ان هو رئيس المحكمه حدد. بس عايز اقول لك يا محمد بيه، وطبعا احنا كلنا بفضل الله، وانا حقيقة انت نفسك اشدت بهذه الدائره وبرئيس طبعًا المحكمه وبالنيابه طبعًا طبعًا، ومش كده برضو، وقلت ان احنا كلنا ثقه كامله في هذا. ده مبدا يا كابتن مدحت، لا يمكن نهدم الدوله بايدينا. بالظبط. القضاء المصري الشامخ اللي ليه تاريخ كبير. نعم. وعلى فكره في جزئيه بس، عشان في تخوف شديد في كل البرامج بشوفه من اهالي الشهداء. هذه القضيه تختلف تماما، وانا قلت الكلام ده عند حضرتك قبل كده. تختلف تماما عن كل قضايا قتل المتظاهرين الخاصه بالثوره. نعم. القضيه دي الموضوع فيها مختلف تماما، لانه مساله الشيوع فيها بعيده كل البعد. مساله المكان محدد والمنطقه محدده. الناس محددين والكلام ده مختلف تماما، فانا مش عايز اربط يعني الناس رابطه مهرجان البراءات. لا، الموضوع في مجزرة بورسعيد مختلف. نعم. تماما وكليا وجزئيا. طيب. تمام؟ طيب. النيابة قدمت كل متهم بأدلة الثبوت، بالأدلة اللي عليه، بشهود الإثبات اللي عليه، واجهته في اعترافات، في الكلام ده كله. نعم. فمش عايزين نربط بين ده وده، عايزين نهدى وننتظر الحكم ونشوف الموضوع فيه إيه. وقد تكون، طب أنا النهاردة ما أقولش احتمال ليه يا كابتن مدحت، يعني أنا طبعا مع أهالي الشهداء، لأنه طبعا تحملوا ما لا يطيقه بشر. نعم. بس انا ليه ما اقولش مثلا، ابص للجانب المليان من الكوبايه، اقول يمكن الادله الجديده اللي مقدمها النائب العام، وانا عندي بعض المعلومات البسيطه انها تشمل على اعترافات لبعض المتهمين. كويس. ليه ما اقولش انه يمكن يكون ده جانب ايجابي، ويمكن يخليني ان انا اخد خطوه اعلى او اثبت حدوث الجريمه او حدوث طبعا طبعا تكون هذه الادله، ما هو ده مطروح وده مطروح. صحيح. يعني أنا لحد دلوقتي لو أطلع على الأدلة ولم أعلم ما فيها، بس من بعض المصادر البسيطة عرفت إنه هي تحتوي على بعض الاعترافات لبعض المتهمين. نعم. إذا كان الأمر كذلك، فأنا بقول لأسر الشهداء، ولسه كنت بتواصل معهم من قبل مداخلة حضرتك، وقلت لهم يا جماعة فلننتظر. إحنا دايماً بنقول حسن النية، حسن النية. فلننتظر، يمكن النائب العام قدم لنا القضية على طبق من فضة. وارد. من خلال لجنة تقصي الحقائق. لكن خليني أقول حاجة برضو يا محمد بيه، يعني طبعا تقرير لجنة تقصي الحقائق وفقا للأستاذ محسن بهنسي عضو لجنة تقصي الحقائق، اللي قال إن هو قدمها قبل الحجز النطق بالحكم بحوالي 10 أيام على الأقل، من المؤكد والله أعلم والله أعلم النيابة طبعا اطلعت عليها طبعا. عندنا أحد أمرين، أمر منهم ما يعني أنا لا أعتقد على الإطلاق، وأمر ربما يكون هو الصحيح. الأمر اللي لا أعتقده على الإطلاق إن النيابة قدرت الأدلة اللي موجودة، وبرغم أهمية الأدلة تغاضت عنها. أنا لا أعتقد ده على الإطلاق. لا، ده مش مفترض لأسباب قانونية هقولها لحضرتك، بس لما يعني الأمر الآخر انه هي شافت ان الموضوع اللي متقدم لن يضيف شيء ولا قيمه له ولا تاثير له من قريب او بعيد. اتفضل. ده وارد، بس في الجزئيه الاولانيه مردود عليها بانه ده لا يجوز، لانه القضيه بالكامل حوزه المحكمه. نعم. وطالما انها لم تكن قد حجزت للحكم، يبقى لزاما وبدون تفكير النيابه العامه ستعرض الامر على المحكمه دون ان يعني يا دوب هتفحص بس وتشوف الجدية وتعرض الأمر على المحكمة تاخذ هي قرارها. وقد يكون ده حدث. إذا كان حدث كانت المحكمة لازم تقول تتكلم عن الجزئية دي قبل النطق بالحكم. حتى لو شافت عدم الأهمية المطلقة لما قدم في تقرير لجنة تقصي الحقائق؟ لا، حتى لو شافت كانت قالت إن في أدلة مقدمة جديدة من النيابة العامة، لأن النيابة العامة لاحظت حضرتك أنها ممثلة في الدعوة وبتحضر معنا كل الجلسات. بالظبط. فكان يجب انه ان السيد المحامي العام الحاضر او السيد رئيس النيابه انه هيقول في الجلسه اللي سابقه للنطق بالحكم مثلا انه تم تقديم كذا 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 ومعروض على المحكمه. تمام؟ فده ما حصلش، فاحنا هنستبعد خالص الجزئيه دي، لانه القضيه هنا حوزه المحكمه والمحكمه اللي تشوف الكلام ده. اوكي. اما الجزء الثاني اللي هو خاص بانه النيابه قالت انه ده ملوش قيمه نهائيا وما عرضتوش، من حقها. أنا ده اللي أنا عايز أقوله، أنا متأكد إن ده من حقها، إن ممكن تجد بعض الأمور اللي من شأنها تعطيل القضية وتعطيل الدعوة، وشافت إن في كثير منها. يعني هو الأستاذ محسن قال لك إيه؟ قال لك في بعض الأمور خاصة ببعض رجال الأمن اللي كانوا مسؤولين عن جهة معينة أو حاجة زي كده، مدرج كذا. أنا شخصيًا لو تطرقت للجزئية دي، كان في رجال أمن بالفعل وجم المحكمة
وقابلوا كانوا ما بيتسئلوا كشهود واقعه، منهم احد الضباط كان موجود في مدرج النادي الاهلي وكان مسؤول عن تامين المدرج، وترك المدرج وانصرف قبل نهايه المباراه ب 20 دقيقه. وحصلت اثناء شهادته في المحكمه واثناء ما قال الكلام ده، وقال كمان في المحكمه ان انا مشيت عشان خايف، وحصلت مشادات واهالي الشهداء اعتدوا عليه وكنا عايزين ننسخ اقواله، واتفقت مع هيئه الدفاع بالكامل على المدنيه ان احنا نرجئ هذا الكلام، لانه طبعا انا بصطدم بجزئيه خطيره اللي هي جزئيه التصدي. عندي هنا مشكله كبيره قانونيه طبعا لغم اخر، وهو مساله انك انت لما تعرض النهارده الامر على النيابه العامه، وهنا برجح كلام حضرتك في ان النيابه العامه شافت الادله ولقيت ان هي ملهاش قيمه او مش هتاثر. بالظبط. ليه بقى يا كابتن مدحت؟ لان انا وفقا من نص الماده 11 من قانون الاجراءات الجنائيه، ايوه، مساله التصدي اذا كانت المحكمه عرضت عليها الادله دلوقتي خاصه بالتامين جدد، اذا المحكمه النهارده قالت انه انا موافق على الادله دي وبقبل ادخال متهمين جدد اللي هم فلان وفلان وفلان، المحكمه بذلك تكون قد تصدت وفقا لقانون الاجراءات الجنائيه ودخلت متهمين جدد، بس هنكون رجعنا للمربع صفر. طيب خليك معايا يا محمد بلحظات. انا معي الان رئيس المكتب الفني للنيابه العامه والمتحدث الرسمي للنيابه العامه سياده المستشار حسن ياسين. مساء الانوار يا حسن بيه. مساء الخير يا فندم. مساء الخير. يا رب يخليك. دلوقتي احنا طبعا الموضوع اللي النهارده تم الاعلان عنه وحضرتك تفضلت واعلنت عنه، طبعا من المؤكد حضرتك عارف ان هو بيلمس قلوب ملايين. نعم. فوضح لنا الامر يا حسن بيه بعد اذنك. هو حضرتك عقب ورود تقرير لجنه تخصص الحقائق بعد الاطلاع عليه وفحص ما ورد به من وقائع، تبين ان هناك دلائل بتشير الى مسائل قد تكشف عن ادله جديده تدين المتهمين المقدمين المحاكمه، قد تقوي الدليل القائم والمقدم بالفعل الى المحكمه، بل قد تكشف عن المتهمين جدد وادله يعني تدين هؤلاء المتهمين. فارتأى سعاده النائب العام ان احنا نقدم، طبعا احنا اجرينا تحقيقات بالفعل يعني فريق التحقيق، لان لما ورد التقرير لجنه تخصص الحقائق حوى 14 جزء، من ضمن هذه الاجزاء جزء متعلق بموقع بورسعيد، فاحنا اولينا هذا الجزء اهتمام خاص واجري بشانه تحقيقات مكثفه، فبالفعل توصلنا الى بعض الامور وتكشفت بعض المسائل اللي هي ارتأى النائب العام ان احنا نتقدم، ساعه النائب العام نتقدم بمذكره الى محكمه الجنايات المختصه بنظر قضيه بورسعيد، والمذكره قدمها ساعه النائب العام بنفسه يعني طلب من المحكمه انها تعيد الدعوه للمرافعه لتتمكن النيابه من انها تعمق التحقيقات وتوسع التحقيقات قد توصلنا الى هذه الادله الجديده وتقوي الدليل المقدم للمحكمه، وقد تكشف عن المتهمين الجدد حتى نستطيع ان نقدم امر احاله تكميلي وقائمه بادله الثبوت تكميليه لا تقضي المحكمه في القضيه عن بصر وبصيره. طيب سؤالي حسن بيه. اتفضل. اللي كان معانا من لحظات الاستاذ محسن بهناسي وهو عضو لجنه تقصي الحقائق، وقال ان هو قدم هذا التقرير للنيابه العامه قبل ان تحجز القضيه للنطق بالحكم بعشره ايام. نعم. لماذا لم يتم هذا الأمر؟ هو هذا التقرير قدم لنا تقريبا من حوالي 10 أيام أو يزيد عن 10 أيام. 10 أيام بس؟ نعم، هو قدم يوم طبعا هو فيه جزء منه كان أرسل، لكن التقرير كاملا قدم لنا من حوالي تقريبا يمكن 15 يوم تقريبا من الآن، من حوالي 15 يوم. يعني بعد ما القضية حجزت للنطق بالحكم؟ أنا حقيقة غير متذكر تاريخ حجز القضية الحكم، لكن 12 هو 12 التقرير قدم من حوالي 15 يوم تقريبا، كان يوم 3 تحديدا. وطبعا لما قدم التقرير صدر قرار من سعادة النائب العام بتشكيل فريق للتحقيق فيما ورد التقرير لجنة تخصص الحقائق. شكر الفريق تم تدبير يعني المسائل اللوجستيه الخاصه بالمكان والخاصه بالادوات اللي هيستخدموها، وطبعا كان الفريق عباره عن وكلاء نيابه في اماكن متعدده اضافه لسعاده المحامي العام ورؤساء النيابه، واطلعوا على التقرير وتم فحصه ووضع خطه التحقيق، فده يعني استلزم بعض الوقت. ايضا احنا اولينا الجزء الخاص بسعيد عنايه خاصه، وفعلا قبل ان نحرر هذه المذكره او قبل ان يقدم سعاده النائب هذه المذكره اجرينا تحقيق عشان نكشف
عن مدى جديه ما ورد بتقرير لجنه تخصص الحقائق من دلائل فعلا تكشف لنا هذا الامر. و مع مين التحقيق حسن بيه كان؟ اجرى التحقيق مع بعض الاشخاص فعلا تم سماع اللي ورد الاشخاص. ايوه نعم اتفضل اتفضل حسن. يعني تم سماع اقوال بعض الاشخاص واليوم ايضا يعني تم سماع اقوال احد الشهود في هذه الواقعه اليوم تحديدا كمان. اليوم اليوم وترتب على ذلك احنا لما عرضنا هذا الامر على تحقيق النائب العام وارتأى ان احنا نتقدم مذكره الى المحكمه المختصه بهذه القضيه لتفسح لنا المجال حتى نستطيع ان احنا نجري تحقيقات موسعه نتمكن من ان احنا نرى باختصار شديد ان هناك ادله بالفعل قد تتوافر لتدين هؤلاء المتهمين المقدمين المحاكمه قد نقوي الدليل القائم وهناك متهمين جدد بالفعل يعني احنا بنسعى الى يعني ان احنا يعني نصل الى الادله لتدين هؤلاء المتهمين الجدد وفي هذه الحاله سنتقدم بامر احاله جديد ونتقدم بقائمه بادله الثبوت التكميليه. طيب هل في في فيما يتعلق بالتحقيقات التي اجريت والاشخاص المفترض هناك اتهامات جديده ستوجه اليهم، هل هذا الامر سيمس من قريب او من بعيد المتهمين الموجودين الان وقد انتهت التحقيقات الخاصه بهم ولا هذه يعني متهمين جدد بادله جدد خاصين بهم هم؟ لا هو الأدلة اللي إن شاء الله يعني بنسعى إن احنا نتوصل إليها هتكون خاصة بالمتهمين الجدد والمتهمين المقدمين أيضا للمحاكمة. إذا ثبت هذا الأمر من المؤكد سيتم تمديد أجل النطق بالحكم وفتح باب المرافعة من جديد. والله هذا الأمر متروك لتقرير المحكمة. لرئيس المحكمة. لا تقرير المحكمة، المحكمة هي تقدر هذا الأمر. المحكمة حاليا مطروح أمامها، عرض عليها المذكرة وأرفق بالمذكرة صورة من تقرير لجنة تقصي الحقائق في الجزئية المتعلقة بواقع البورسعيد. ومفترض أن يصدر رئيس المحكمة قراره إمتى حسن بيه؟ يوم 26 يصدر القرار. لا يوم 26 اوكي يعني في نفس يوم النطق بالحكم المفروض. نعم يوم النطق بالحكم يصدر اما يصدر حكم في الدعوة واما يعيد المرافعة استجابة للطلب. واذا نطق بالحكم سيشير ان كان هناك كذا وكذا وكذا ولم يلتفت اليه لسبب او لاخر. نعم نعم اشكرك حسن بيه اشكرك اشكرك شكرا جزيلا. وهو المستشار حسن ياسين رئيس المكتب الفني للنائب العام والمتحدث الرسمي للنيابة العامة. يعني محمد بيه شومان رشوان محمد بيه رشوان كان عندي سؤال مهم يا كابتن مدحت جدا. ايه بقى؟ كان عندي سؤال مهم ان انا سمعت طبعا مداخله المستشار حسن ياسين وكان عندي سؤال في منتهى الاهميه لما الامر كذلك لماذا لم تستدعي النيابه العامه المحامين عن الدفاع بالحقوق المدنيه والمحامين عن المتهمين في مساله اجراء التحقيقات ايوه وحضورهم واطلاعهم على الامر قبل عرض الامر على المحكمه. طب اعتقد ان هو لسه معانا حسن بيه، حسن بيه معانا لسه يا جماعه؟ نعم معاك في طب كويس يا حسن بيه، حضرتك سمعت الاستاذ محمد رشوان وهو محامي الاسر الشهداء. نعم بطبيعه الحال طبعا هيتم طبعا هيتم ان شاء الله استدعاء المتهمين ومواجهتهم بهذه الادله الموجوده وهيتم مواجهتهم بما اثر على تقرير لجنه تخصيص الحق حتى قبل بس الافضل عفوا يا فندم على مين على مين معليك يا حسن بيه عفوا معليك كده بتتكلم على جزئيه انه المحكمه تحيل القضيه بالكامل للنيابه العامه مره اخرى. لا احنا لا يستلزم لا يا فندم احنا حتى ولو المحكمه لم تعيد القضيه احنا بنقول ان المحكمه تعيد هذه المرافعه وما زالت المحكمه الدعوه متداوله امام المحكمه اذا عادت المرافعه والنيابه تستمر في تحقيقاتها طبقا للماده 214 المقرر من قانون العقوبة الاجراءات الجنائيه. تمام تمام وفقا لامر الاحاله التكميلي وقائمه الثبوت التكميليه. لا احنا لما هنقدمها بعد ما نستكمل التحقيقات، الماده 214 بتقول للنيابه اذا ظهر ما يعني ما هو جديد النيابه تجري تحقيقات وبعد ذلك تتقدم بامر احاله تكميل القضيه حوزه المحكمه يا معالي المستشار. نعم؟ القضيه حاليا حوزه المحكمه. فعليها اذا رات ان النيابه العامه قدمت ادله تفيد انها قد يعني يلزم ان هي تعاد الى النيابه العامه لاستكمال التحقيقات هتوقف نظر البصر.